سيدي جريت عبد الرحمن، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من موسم الخطوبه المعروف هنا في هذه المنطقه التابعه لاقليم الشيله. اليوم معنا احد الطيورين المنطقه اللي غادي يوضحنا ماذا يقع بهذه المنطقه. السلام عليكم اعزائي المشاهدين ديال جريده التعبير، اولا معكم ابن المنطقه ديال ايميل شيل. المشكل الاول هو ان هذه المنطقه منسيه بشكل عام من الدرجه الاولى، وتفتقر لقطاع الصحه، والتلاميذ كيفتقروا لشي حاجه سميتها التمدرس، والاساتذه ما كاينينش، يعني بزاف الدراري ضايعين. الصحه مشيت للسبيطار دابا لقيت شي طبيب اجي عندي، الدكتور ما كاينش، الادويه ما كاينينش، وتفتقر للطرق، الطرق ما كايناش. كتجي باغي تزور البلاد زعما مثلا، وهادي كتجي كتلقى طريق مقطوعه، الرابطه بين وتربه والريش، الطريق الوطنيه مقطوعه شي 4 ايام، يلاه تسرحت البارح، وشي طريق ماشي شي طريق نيت كاع، غدوز من الطوموبيل غتكرفس غير باش توصل هنا، وغتكرفس غير باش توصل هنايا نيت. وثاني حاجه الويدان، يعني الواد كيجي حامل كيخرج على قطاع الفلاحه، منها فلاحة التفاح اللي معروفة بها البلاد، وثاني حاجة وسميتو والزرع، الناس كيزرعوا هنا الشعير، كيزرعوا القمح، يعني كيجي الواد كيدير داك الشيء دقة بطلة، كيدير لا العنب كما كيقولوا، والتفاح هي اللي معروفة بها المنطقة، المنطقة ديال ميشيل اللي سولتي، كيقول لك ميشيل معروفة بالتفاح، والتفاح راه كيجي الواد كيدي كل شيء، ما كيخلي والو، والمسكين تجمعوا عليه الضرائب. والفقر من جهه اخرى، يعني مسكين دابا باغي يدير مارشي شي بروجي ديالو يترزق منه الله، كتجي السلطه القمعيه، واعتذر عن هذه الكلمه، كتجي كتقمعو كتريو له داك الشيء، لا دار فراشه كيديو كيرونو له داك الشيء كامل، وكتجمع عليه الضرائب، انت حل المحل غير باش ترزق الله، كيخرجوك الضريبه ديال راس مالك، داك الشيء باش درتي المحل كتخلص عليه الضريبه، يعني الربح ديالك واخا يكون غير الربح ديالك واخا غير كتوكل به ولا داك بزز، كتجي الضريبه خصك تخلصها ولا غيسدوك المحل. هذه النقطه الاولى، وكنطالبوا من يناقشوا هذه النقطه هذه. وثانيا قطاع التمدرس، يعني لا مدارس مكادين، هذه هي الاولى، يعني تمشي للمدرسه تكره تجلس فيها مع السك الدري الصغير كيكبر في ذاك المجتمع، وبالسيف كيخرج كيقول لك لا الدراري ما واعيينش من هذه، يعني ما وفرتوش لهم ذاك الظروف باش يوعاو، باش تلقى دري قاري ولا تلقى ناضج في عقله، يعني ما وفرتولوش المجتمع فين يتعايش. هذه سميتو. وكتجي النقطة هي الأهم، هي موسم سيدي أحمد المغني، والمعروف عنه بموسم الخطوبة عالميا. بغيت نوصل واحد الميساج، أنه موسم سيدي أحمد المغني من تسعينيات القرن الماضي، وانهم كيقولوا كيتباعوا النساء، اللي بغى يجي يتاكد ها الموسم هو، يا مرحبا بكم. ما كاين حتى حاجه، موسم سيدي احمد والمغني، يعني ديك النقطه اللي كيقول عليها موسم الخطوبه، يعني لا طريق مقاده، يعني اقرب نقطه هنا باش تعقد عقد القيران خصك تمشي لميدلت، ومن هنا الريش خصك 120 كيلومتر، ومن الريش لميدلت خصك واحد 75 كيلومتر، هي القليله باش تعقد عقد القيران. يعني كيجمعوا الدراري باغي يتزوجوا، الله يسهل عليهم، كيجي العدول هنايا كيعقد لهم عقد القيران فابور، يعني بلا ما يضربوا ديك الطريق كامله، يعني هما كيكونوا مخطوبين ديجا، كيتسناو هذا الموسم هذا باش يديروا عقد القيران، وكيجيو هنايا كينشروا فكره غالطه 100% بموسم الزواج، او ما يسمى ببيع النساء. ولا مساجد، هي ابسط حاجه البلاد كتمشي ليها، ابسط حاجه مسجد مقاد، هنا كتلقاه بحال كاع الديور، مبني بالتراب، مغطي بالعواد، لا مسجد مقاد، لا سمعه مقاده، لا مؤذن مقاد، يعني حتى المؤذن كيبغى يؤذن، ما كيعطيكش ذاك الخشوع ديال كتسمع الاذان كتخشى، ومستشفيات كما قلنا قبل، والمدارس، يعني هادو هما اهم حوائج المجتمع. يعني المعاناه كلها اللي عاودتي لنا اليوم، شنو الرساله ديالكم المسؤولين خاصه اليوم كشعور منطقه جميله، الناس ديالها كرماء، الله يعمرها دار، ربما مغالطات بعض الناس هذه الفكره ديال الخطوبه، ولكن حنا بالدور ديالنا كنجيو اليوم كنسمعوا منكم بان ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء، الحمد لله الناس كتعيش بعزة النفس ديالها، اليوم تنشوفوا الشباب مكتب العمر في السن ديال ما هي رسالتكم الان للمسؤولين وخاصه الناس المشرفين على المهرجان.
يعني المنطقه منطقه معروفه واخا مهم مشاو هادي يعني ناس كرامة غتجيب الراني انت غتاكل غياكل هذا ما عندكش فين تبات مرحبا بك في اي وقت يعني الناس واخا كثره التهميش بابهم ديما مفتوح للبراني والغير البراني ومنطقه سياحيه بامتياز يعني ماشي شي منطقه اللي تقول ما كيستافدوش منها باش يتخلاو عليها بهذه البساطه ولكن اطالب المسؤولين ان يتطرقوا لحل هذه المشاكل ابسطها قطاع الصحه يعني اتعمر هنا بالضبط فين كاين الموسم دابا ما تلقاش فيها سبيطار خصك تطلع الايميج خصك تطلع البوزمو وغتلقى سبيطار حتى واحد ما يتسوق لك يعني المراه القرويه اليوم شافوا ان الدستور تيخول المراه حقوق ديالها ابسط حقوقك اليوم كنشوفوا كيفاش المراه تحامي المراه السكينه المريضه كيفاش كتعاني هذا البرد القارص الله يحسن العوان سكان 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 بشكل عام منسي ليس فقط المراه المراه مهمشه من الدرجه الاولى هي فعلا يعني في فصل الشتاء خصوصا خصها تحطب خصها تحصد خصها تاكل الدراري والراجل حتى هو الله يحسن العوان يعني كيخرج مسكين كيبغي يدبر على ولاده كيمشي كيضرب لك 12 ساعه ديال الخدمه باش يسور 90 درهم وكتجي كتلقى بيدو ديال الزيت داير 70 درهم وكتجي كتلقى خبزه هي بسيطه دايره درهم ولكن واش تاكل الخبز والماء ما جاتش وانت في قرن 21 و22 2024 هذه يعني كنطالبوا المسؤولين عن القطاع الخاص والعام يتطرقوا باش يحلوا هذه المشاكل اولها قطاع الصحه وقطاع الدراسه والبنيه التحتيه بشكل عام منها الطرقات منها واد الحار منها واد الشتا منها واد سميتو السدود التليه السدود حتى هما يعني شحال من واد كاين هنايا هو في اقدم من هذه راه عمر النيت كيدوز هو سير دابا الفداد هنايا لا ما لقيتوهمش مغيسين راه كيجي الواد لنا مشاهدي جلت عبير شكرا لك.